صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة لله عز وجل؟ وهل الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية؟ نعم، الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. أما المشيئة فلا، المشيئة لا تكون إلا كونية فقط، ليس هناك مشيئة شرعية، والمشيئة لابد من وقوعها. أما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية والمشيئة لا بد من وقوعهما، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع.